طابع خاص لعيد الأضحى المبارك يعيشه أبناء محافظة السويداء وسط تفاؤل كبير بأن يحمل معه الخير والأمن والأمان بعد الانتصارات الكبيرة التي حققت خلال السنوات الماضية ونجاح الاستحقاق الدستوري والبدء بمرحلة الأعمار. العيد حلو، تغيير جو، جمعة بالأهل بالأقارب، يعني بغير جو الواحد. أجواء كويسة والعالم تنبسط، ونعاد عليكم جميعا، ونعاد على الوطن وعقائد الوطن بالخير وبالمحبة، وإن شاء الله كل عيد وانتم بخير. العيد فرحة وبهجة ومحبة الناس وألفة الناس والجمعات الحلوة يعني، وإن شاء الله تنعاد عليكم بالصحة والسلامة وتكونوا من عوادة زمان طويل يا رب. أهم شيء الواحد يكون مبسوط وراحة البال، والله يهدي البال يا رب. العيد محبة، تعاون، اجتماع الأهل والأقارب، يعني كل الخير. نتمنى الخير لسوريا ولأهل السويداء جميعا. العيد هو الفرحة، العيد هو كل شيء حلو لكل طفل، لكل شخص، لكل إنسان. العيد هو البهجة. العيد كل يوم بمر وانت بخير وسلام وعيالك بخير والجو هيك حلو، ان شاء الله بتضلوا بخير يا رب. العيد هو السلام والأمان، فرحة الأولاد، التسامح، المحبة. الخير والسلام والمحبة والتسامح أمنيات الأهالي في العيد، وأن تكون السنوات الماضية درساً لكل أبناء سوريا بأهمية التكاتف والتعاضد والتعاون لبناء مستقبل زاهر للجميع.